بس يا ريت توضحي لنا بس للناس اللي قاعده متخوفه ان هي تكون في ميدان الشهداء من اجل الامن، يعني كيف الامن؟ الحين بس الامن كيف يعني متواجدين على الطرق؟ يعني متواجدين على كلام جميع المناطق، يعني المنطقه الاولى اللي هي خصومنا الباطني اللي هو من فوق تخريج الشك، اللي هو ماكينات العبور من ناحيه انها تفتيش وكذا، في عندنا المنطقه الثانيه من جهه ترى الاستقلال حتى في ماكينات عبور، في ماكينات خاصه للنساء وكل الرجال، دوريات الامن موجودين هنا السلطه العسكريه وشرطه المرور والامن العام والدعم والجهات احراج جاز واحراج المنطقه الحيويه، يعني جميع التنظيمات الامنيه متوفره هنا في الميدان موجوده يعملوا ان هم يساعدوا المواطن ويبنوا الامن والامان. شكرا قوي يا بركه، تحياتنا ليك.